ورحمة الله وبركاته. يا هلا بالإخوان ويا هلا بالمتابعين. نشكر أخوي محمد وأختي حليمة على الاستضافة الطيبة، وأشكر ثقتهم وكذلك لعملهم هذا الحساب الجميل اللي عرفنا على ناس مبدعين في سلطنتنا الحبيبة سلطنة عمان، وإن شاء الله نبدأ مشوارنا. واللي يسأل من وين هذا المخلوق، أخوكم الفقير حسين البحراني، مصور فوتوغرافي وكذلك مدرب في التصوير الفوتوغرافي والتعديل الرقمي، حياكم الله. وإذا نكمل على السي في، مسابقات كثيرة شاركت بها منها محلية ودولية، وفزت في مراكز متقدمة ولله الحمد. حكمت عدة مسابقات، وآخر مسابقة فوتوغرافية حكمتها هي مسابقة عمان الدولية الأولى للتصوير الضوئي، وكانت تجربة عجيبة، تجربة وفرصة لا مثيل لها. 7262 صورة مع محكمين دوليين ماهرين. طبعا المسابقة عنت للكثير، وبنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله في قادم السنابات. اهتمام كبير في التصوير الفوتوغرافي وكذلك في التقنية وبشتى أنواعها، مغرم بالتكنولوجيا. عندي صاحب موقع مثل ما شفته في الصورة الثانية، كانت فيها مدونة ولغيتها، فالحين اهتمامي في الانستغرام فقط بسبب سهولته وكذلك ازدياد عدد المتابعين يوميا بشكل ملحوظ. فنقلت كل الدروس القصيرة منها للانستغرام، واللي متابعني ولله الحمد باستفادة، وكذلك من هذه الدروس تعرفنا على ناس مبدعين منهم إقليميين ودوليين. كل من هذه الدروس وكل من هي كانت خطة لتوسيع الآفاق، ولله الحمد نجحت في معظمها وبكمل فيها بإذن الله لشيء أكبر من كذا. البداية كانت في 2008، وبعدها كانت بداية جدا بسيطة، بس بحكم التعلم الذاتي والتطوير بشكل مستمر والقراءة كذلك هي من أساسيات النجاح والتطوير الذاتي، الحمد لله وصلت لمرحلة أثق فيها بقدرة. شخصين سألوني عن حسابي في الانستغرام، كتبته في الصورة الثانية مع الحسابات الأخرى وموقع الشخصي. والأهم اللي يريد يدخل في عالم التصوير يخرخش كيبه، لأن الموضوع ما مزح، كل شيء غالي، لكن استخدم عقلك بطرق كثيرة. اشتري العدة المناسبة لك، إذا تصور معمار مثلا اشتري العدسة الواسعة، إذا تصور حيوانات اشتري العدسة واحدة. بإمكانك تبيع معدات تصوير وكذا الربح اللي يجي منه تشتري فيه عدة، هذه واحدة من الأفكار. ومن الأفكار الثانية أنك تظل تشارك في المسابقات لغاية ما تربح، ومن الربح هذاك تشتري لك عدة جديدة. بصور لكم العدة البسيطة اللي عندي، عسى تستفيدوا منها، كاتب لكم إياها في بشكل مفصل اللي يريد يستفيد منها، وكذلك إذا عندكم أي استفسار. ورجعنا لكم بعد بريك بسيط عشان ما تمنوا من الفيديوهات المتتالية. على العموم في مشوار الفوتوغرافي أحاول شوية أتميز، ودائما أبحث عن الأشياء اللي هي قليلة وناس ما تعرفها، وعسى الله يوفقني فيها إن شاء الله ويوفقكم كذلك. براويكم بعض الأشياء اللي اشتغل فيها الفترة الماضية، هي مسألة أنا حطنها لنفسي كمسألة بروجكتات، أخلص من واحد أو اثنين مع بعض وبعد كذا أبدأ في اللي بعده، وبكذا أكون غطيت. الحمد لله الفترة الماضية قدمت ورش كثيرة تختص بالتعديل الرقمي، وكان أغلبها عن اللايت روم، واللايت روم هو أخو الفوتوشوب للي ما يعرفه. وقبل فترة قررت أني أحط هذا الموضوع في كتاب، وكتاب يختص باحتراف اللايت روم، وتحديدا في التعديل الرقمي باللايت روم. طبعا لايت روم واسع وفيه أمور كثيرة، بس ركزت على مسألة التعديل، وعسى أني أتوفق فيه وخلصه. أنا واصل تقريبا 50-60% من الكتاب، وإن شاء الله بخلصه عما قريب. واحدة من الأشياء اللي خلتني أني أبدأ في هالموضوع وأبدأ وأعمل لي كتاب، طبعا هذا ما بيكون الأول والأخير، إن شاء الله بيكون في أكثر من كذا. للأسف المحتوى العربي ميت عندنا، ميت بمعنى كلمة ميت، ما في كتب كثيرة تختص بالتصوير.
للأسف ما في كثير من كتاب عرب، بس أغلبها مدبلج أو مترجم من لغة ثانية للغة العربية. وحتى اللي وصلنا عندنا في معارض الكتاب وغيره أغلبها نفس الكتب وتكرر كل سنة، ينسوا المصورين الثانيين وما يترجموا لهم. وأثناء عمل الكتاب قلبت بشكل كبير برامج الآيوس والأندرويد وما وجدت برنامج مختص بالتصوير، فقررت نعمل برنامج وسميته فوتو ريدر، مخصص للقراءة من أفضل مواقع تصوير فوتوغرافي ومدونات، طبعا بشكل نظيف وسريع. وأضفت له أغلب مواقع التصوير اللي أنا أتابعها وكذلك المدونات، ونفس الشيء حسابات اليوتيوب في التعديل والتصوير. البرنامج صار له فترة موجود في الجوجل بلاي فقط للأندرويد حاليا، الآي أو إس بعد النسخة ما جاهزة وشغال عليها، الموضوع شوية صعب بيطول. ومن الأشياء الثانية اللي شغال عليها الفترة الماضية نفس الشيء برنامج شابك برو أكشن بانل. طبعا هذا عبارة عن شابك بانل، عبارة عن أكثر من 80 أكشن مخصص للمصورين مبتدئين محترفين ومنوع بشكل واسع، ضغطة زر ويعمل لك الشغل. ومن الأشياء اللي مركز عليها تصوير المعمار، هذه أحد الصور اللي الحمد لله نالت أعجاب الكثيرين وكانت لخسوف القمر العملاق. مركز كذلك مثل ما ذكرت في تصوير المعمار وفي مسقط الغالية في الأخص لقلة الصور فيها، محاولة للتميز وإن شاء الله نتوفق في الموضوع. في بعض الصور حطيتها هنا عسى أنها تنال أعجابكم. هذه كذلك أحد الصور العلوية، أصور كثير من عمارات أو أماكن مرتفعة. والفترة الماضية انتقلت لتصوير التايم لابس والهايبر لابس، تقنية جميلة بس جدا متعبة ويبغى لها شهور لغاية ما تخلص مقطع متكامل. المقطع اللي شفتوه قبل اسمه هايبر لابس وتايم لابس لمسقط، غطيت أغلب أماكن اللي موجودة في مسقط. خلصت المقطع اللي قبل شفتوه تقريبا في حدود 6 أشهر، 4 أشهر للتصوير وشهرين للتعديل والتضبيط والتجهيز. دائما خلي لك هدف ارسمه بطريقة صحيحة وتوجه له، لأنك إذا ما بديت ما بتبدأ أبدا. الموضوع جدا صعب وكسار ظهر معدات ووقت وغيره، فلا تيأس. بعد المقطع الأول اللي شفتوه اللي هو المسقط عملت لصلالة، رحت أسبوع وتصوير كان 12 ل 13 ساعة كل يوم. وبعد صلالة نفس الشيء عملت أو انتهيت من مقطع مساجد عمان، كنت أصور صار لي سنة تقريبا، أكثر من مكان رحت وصورت كل مسجد. مقطع صلالة ومقطع مساجد عمان موجودين في حسابي على اليوتيوب، أو تكتب مساجد عمان بتحصله، تكتب صلالة تايم لابس نفس الشيء بتحصله. بشغل لكم هالمقطع وعسى أن ينال إعجابكم ولو القليل طبعا. أشغل لكم الحين مقطع ظفار اللي تكلمت عنه قبل شوية. الحمد لله غطيت معظم الأماكن الجميلة في صلالة، وإن شاء الله السنة القادمة مرة ثانية.
في أسئلة طيبة تجي من الأخوة، بس قبل أن أبدأ في الأجوبة لازم أسألكم هالسؤال: من مهتم في التصوير هنا ومن لا؟ لأن الجدول اللي حاطط لكم إياه اليوم بتكلم عن أمور كثيرة، منها أفضل برامج الهواتف اللي تختص بالمصورين، ممكن نشرح بعض الجوانب التقنية، وكذلك ننتقل لأمور ثانية. إذا أسعفنا الوقت ممكن نروح لأي مكان نصور، وبكذا إن شاء الله بتكون الاستفادة أكبر. بكرة أنا عندي ورشة أقدمها في التصوير الفوتوغرافي، وهو أساسيات التصوير الفوتوغرافي، بكرة العصر، وبتكون إن شاء الله في الخوير، وحاط البوست في الانستغرام عندي إذا حد حاب يحضر ويستفيد أهلا وسهلا به، وإذا لا مرة ثانية إن شاء الله بحاول أغطيكم شوية من الورشة إذا قدرت، بعطي أحد الأخوة هناك التلفون وإن شاء الله بغطيلكم بعض الأشياء وإن شاء الله تستفيدوا. عسى أكون ما بس ثقلت عليكم بالفيديوهات، بس عندنا يومين ولازم أطلع ما في جعبتي، عشان إذا عندكم استفسار. في أحد الأخوة سأل كيف نصور الهايبر لابس. الهايبر لابس هو أخو التايم لابس بس بطريقة احترافية أكثر ومتعبة بشكل كبير. في طرق كثير للهايبر لابس، بس أسهلها أنك يكون عندك ترايبود ويكون عندك كاميرا، طبعا العدسة وريموت. اللي ما يعرف ايش هو الهايبر لابس، هذا الهايبر لابس. وعشان ابسط لكم، انت عندك ترايبود وانت موجود في هذه النقطة، كل صورة تصورها تروح الصورة الثانية تشيل ترايبود معك بالكاميرا وانت رايح لغاية ما توصل لاخر شيء. وبامكانك تمشي بشكل مستقيم هنا او تاخذ من اليسار الى اليمين على حسب الفكرة والزاوية. ورجعنا لكم مرة ثانية بعد القهوة، عدلنا الرأس شوية. نتكلم عن طرق التعلم وطرق البحث. مع الانترنت ومع تعدد المبدعين حواليك صار الموضوع جدا سهل في التعلم، وبغطي لكم وبتكلم عن شيئين أو ثلاث أشياء، أشياء ممكن تفيدك في مشوارك، مشوار التعلم إن كان في التصوير أو غيره. وهذه الطرق اللي أنا استخدمها وأشوفها جدا عملية. بتكلم عن موضوع لسبب واحد، هو سبب أسمع كثير يسألوني أو يسألوا الشباب الثانيين: من وين تجيب وقت؟ عشان للعلم الوقت موجود بيننا بس نحن شوية كسالة. تقدر تبدع، كل واحد عنده شيء يقدر يبدع فيه، وفي بداية مشوارك شوية شوية لا تثقل على نفسك، تعلم حبة حبة كل يوم، خلي لك ساعة مثلا أو كل أسبوع خلي لك عدد معين، خلي لك عدد معين من الساعات قضيها في التعلم، قضيها في القراءة إن كان كتاب أو موقع أو فيديو أو صورة. وإذا فرضنا أنك تعلمت كل يوم لساعة، إذا تضربها في 7 بيعطيك 7 ساعات في الأسبوع، ويعطيك 28 في الشهر، 28 درس، 28 طريقة، 28 فكرة جديدة توظفها في التصوير أو في مجالك. يعني مثلا ساعتك الأولى في اليوتيوب أو في أي مواقع ثانية قضيها أنك تبحث عن أفضل الناس اللي تتعلم منهم، هذه واحد. 2، مثلا إذا تريد تتعلم تصوير الأشخاص أو طريقة تصوير الأشخاص، اكتب تصوير الأشخاص وتعلم لمدة ساعة فقط يوميا، وتعمل نفس الموضوع للمحاور الثانية اللي تريد تتعلمها، مثلا تعديل الإضاءة، تصوير الأطعمة، الأعراس وخلافه. الحمد لله في الخاص توصلني كلمات جدا رائعة، أشكركم من القلب، ما قصرتوا، جزاكم الله ألف خير، وعسى تستفيدوا لو القليل مني وما أكون ثقيلة. ونكمل على طرق التعلم. نفس الشيء عندكم مسألة المجلات. المجلات هذه من الطرق الرائعة، مجلات تصوير، مجلات متنوعة ومفيدة جدا، في مجلات خاصة تكون مثلا لللاندسكيب، في مجلات فقط تعرض أشياء تخص اللاندسكيب، وطريقة تصفحهم جدا سهل هالأيام، يجيك على ملف PDF أو ملف لصيغة خاصة، ممكن تتصفحه عندك في الكمبيوتر، ممكن تتصفحه عندك في الآيباد، ممكن تتصفحه عندك مثلا في الهواتف النقالة، وأنا أفضل شاشة كبيرة عشان الاستفادة الأعظم. مثل ما ذكرت مجلات كثيرة جدا، بس ما عليك إلا تكتب فوتوغرافي ماجازينز وبيظهر لك كل اللي موجود، واشترك، الاشتراك أرخص من أنك
طبعا الاشتراك الإلكتروني جدا أرخص من إنك تشتري المجلة أو الكتيب. الحين الموضوع جدا سهل، ضغطة زر وتنزل لك المجلة. في الآيباد نفس الموضوع، فقط تكتب فوتوغرافي ماجازينز مثلا تظهر لك كل اللي موجود عندك، وفي برامج نفس الشيء خاصة تجمع كل المجلات مع بعض. ومن الطرق الثانية للتعلم مثلا ندخل على مواقع اللي فيها الصور، مثلا فليكر أو 500px أو 1x. بعطيكم مثال على 500px. طبعا في 500px إذا تريد تبحث عن شيء يفضل أنك تسجل أول شيء معهم، وبعد كذا تدخل وتبحث باللي تريده. بعلمكم طريقة تستفيدوا. بعد التسجيل بنضغط على زر البحث ونكتب الكلمة المراد البحث عنها، مثلا المكان أو الاسم البلدة أو خلافه، مثلا نقول نريد نزور أيسلندا. أول ما أضغط إنتر بيطلع لي كل الصور اللي موجودة من أيسلند، وطريقة البحث فيه جدا سهلة، الصور تظهر بشكل كبير وبشكل احترافي وجدا عالية الدقة والجودة. كيف نستفيد من هالموقع أو المواقع الشبيهة؟ نبحث عن أجمل الصور اللي موجودة في أيسلند، فمثلا هذا المكان جدا معروف في أيسلند، ونشوف الناس كيف اللي سبقونا كيف صوروا وإيش أفكارهم، ونحاول نطور في الموضوع. فمثلا عدنا هذه الصورة من هذا المكان اللي اسمه هوفن. أنا فتحت الصورة هنا، نشوف الفكرة، الزاوية، التوقيت، التعديل، ونبني أفكارنا على حسب الصور اللي موجودة هنا. فرحت أنا فتحت كل الصور اللي عجبتني من هوفن وأخذ منها أفكار وأحاول أطبقها لما أروح هناك. في شيء ثاني في الموقع اللي هو اسمه ديتيلز للمبتدئ، هذا جدا مفيد. في يمين الصورة بتحصل تفاصيل الصورة، توقيت أخذ الصورة، هذا جدا بفيدك عشان ترتب رحلتك، العدسة المستخدمة، الكاميرا المستخدمة، والإعدادات المستخدمة. طبعا في بعض المصورين يكتب نفس الشيء قصة عن الصورة، وهذا جدا يفيد إيش الأغراض اللي شلها معاه وخلافه. ونسوي نفس الشيء للأماكن الثانية المعروفة، مثلا عندك هذه الصورة، فرحت دورت باسم المكان وطلع لي كل الصور اللي مأخوذة من نفس المكان. كثير من العمانيين المصورين المبدعين وغير العمانيين نفس الشيء موجودين في 500px، فكتبت عمان في البحث وطلع لي كل الصور العمانية. ضروري كتابتك لتعريف الصورة يكون صحيح مثل هاشتاج وغيره، عشان لما أبحث أو شخص ثاني يبحث على طول يحصل الصور، ممكن يشتريها أو ممكن تحصل صورك تستخدم في التصوير أو الاستخدام التجاري، وبكذا تكون تستفيد. ونفس الشيء تعرض صورك للملايين. أحد الأخوان سأل أنه عنده مشكلة في تصوير اللو لايت اللي هو في الإضاءة الخافتة، فحلولها مختلفة. طبعا الأشياء اللي تحتاجها في التصوير الخافت، أول شيء الترايبود مثل ما نشوف، هذا الحامل الثلاثي، طبعا يفضل يكون حامل ثلاثي زين وما يتحرك. والشيء اللي بعده اللي هو الفلاش، هذا جدا ضروري إذا كنت تصور أشخاص، لا تستخدمه في تصوير المناظر الطبيعية أو المناظر الواسعة. طبعا العدسات اللي موجودة اللي فيها فتحة عدسة 1.4 مثلا ولا F2 ولا 2.8، هذه بتساعدك جدا في تصوير الليلي. نضرب مثال على العدسات، عندنا عدسة 50mm هذه جدا معروفة، فتحة عدسة مالها 1.8 تعطيك عزل جدا جميل مثل هذا. وبالأخير من الأشياء اللي جدا ضرورية بعد اللي هو ريموت كنترول. طبعا الريموت يركب على حسب نوع الكاميرا، ويساعدك كذلك على منع الاهتزاز والناتج من انك تضغط على الكاميرا وتحركها، هذا بيساعدك وبيعطيك الشغل اللي تريده. بحكي لكم قصة هالصورة وطريقة تصويرها والزاوية ومن اي اعمارة بالضبط وايش البرامج اللي استخدمتها ساعدتني بالحصول على الصورة. وهذه كذلك صورة ثانية لنفس المكان وهو جامع سعيد بن تيمور، واختلاف التوقيت فقط. العدسة اللي اخذت فيها الصورة اللي هي الكانون 400mm، عدسة زوم، ساعدتني جدا في الحصول على الصورة بشكل جميل. دائما لما اطلع اصور او اني راجع من العمل مثلا للبيت ومر من طريق عقبة العمرات اشوف الاضاءة الجميلة اللي في خلف المسجد. طبعا ركبت اكثر من عمارة هناك وجربت اكثر من مكان، بس ما حالفني الحظ في اول مرتين. وبعد كذا بعد البحث
بعد البحث أكثر والقياسات وجدت العمارة المناسبة ورحت لها على طول. العمارة بعدها ما مخلصة طبعا، لما أروح العمارة هذه أو عمارة ثانية أغلب العمال نيام، يا أنك تستأذن إذا حصلت حد أو أنك تطلع من دون ما تستأذن وهذا الشيء. طبعا الأجهزة الذكية أجهزة خدمية بحتة، فاستخدمها بذكاء وبشرح لكم برنامجين هنا. في برامج كثيرة تساعدك أنك تخطط لتصويرك، خاصة إذا كنت رايح مكان جديد لك، سفرة أو شيء من هالقبيل. فنشرح البرنامج الأول. إذا نفتح البرنامج الأول مثلا برنامج بلانت، بتشوفه يعطينا وين مكانه بالضبط، هذه الكاميرا وين مكان وجود الكاميرا وهنا مكان الصورة. البرامج هذه تعطيك وين بعدك عن المكان، من مكان الكاميرا إلى مكان الصورة، ممكن تغيره وتشوف القياسات المناسبة. وفي إمكانيات مثل ما تلاحظوا تحت، إذا غيرت مكان وجود الصورة بيعطيني الحساب مباشرة. وإذا نروح على البرنامج الثاني TPE، هذا جدا معروف البرنامج، يعطيك نفس الإمكانية بس بشرح لكم عمل الصورة السابقة. من الأشياء المفيدة في هذا البرامج تعطيك إمكانية تحديد مثل ما ذكرت وين مكان الكاميرا وين مكان الصورة، هذا المسجد وهذه العمارة. الشيء الثاني اللي يعطيك اللي هو الشروق والغروب، نفس الشيء هنا عندك الشمس وهنا عندك القمر. طبعا الشروق دائما يكون تقريبا 4:30 إلى 5:30 هذا توقيته. فإذا نشوف، شوف الخط الأصفر كيف يتحرك، هذه الشمس تراوينا أنه بتكون في هذيك. في التاب الثاني اللي مكتوب عليه ديستنس يراويك وين مكاننا نحن وين المسجد، 1 كيلومتر هذا البعد بين المكانين. من كذا كنت أحتاج عدسة زوم عشان أحصل هذا البعد كله. طبعا 1 كيلومتر تقريبا على 1000 مليمتر أو 1000 متر. فالعدسة اللي عندي 400 mm، فما أريد أغطي فقط المسجد مع البيوت الثانية مثل ما شفنا، فالـ400 كان جدا مناسب. والخطوط هذه اللي موجودة طبعا مثل ما ذكرت اللي هو الشمس، إذا نشوف وين مكانها بداية وكيف متى تنتهي. هذا الموضوع جدا جدا ممتاز للتخطيط. وفي برامج ثانية نفس الشيء، يراويك النجوم ونجم الشمال ويراويك درب التبانة. وبكذا تخطط رحلتك بشكل ممتاز وتنجح في الصورة بإذن الله. والناس اللي تصور النجوم في برنامجين جدا مفيدات بذكرهم الحين وبشرح لكم إياها بطريقة مبسطة وسريعة عشان تستفيدوا منها. طبعا البرنامج الأول في منه كثير موجود الأندرويد والآي أو إس، سكاي ماب، يعطيك وين مكانك والنجوم اللي فوقك، يعطيك النجوم والكواكب اللي فوقك. طبعا انت تحدد ايش نوع التصوير اللي تريده، واذا تريده التصوير اللي هو اذا مثلا تريد تصوره مثل هذه الصورة، النجم اللي موجود هنا نجم الشمال نورث بول، والنجوم الثانية تدور حوالينا. برايكم بالبرنامج كيف تحصله؟ طبعا اول ما تفتح البرنامج يعطيك بهذا الشكل، وهنا المجرات والنجوم والشمس وغيره. ممكن تبحث وممكن تروح كذا لغاية ما، إذا شفنا طريقة البحث بتروح على السيرش وتكتب بول. أول ما تكتب بول في البحث أو بولاريز بيطلع لك هذا السهم بيقول لك وين تتوجه، فتروح هنا لغاية ما يحصله. الطريقة الأصح عشان أنك تحصله وقت التصوير تضغط هنا وتضغط هذا الخيار، بيبدأ يتحرك الجايرومتر وتروح لغاية ما تحصله. ومن تحصله طبعا توجه كاميرتك لهذاك المكان وتبدأ تصور. أكثر من شخص سأل عن المقاطع اللي صورتها في السناب. استخدم هالعدسات ومنها انواع كثيرة، هذه الـ 6S Plus الايفون، وتجي انواع كثيرة. طبعا هذه فقط تركب مباشرة فوق الايفون وتجيب 3 عدسات. الصوب هذا مثل ما نشوف تجي وايد اللي هي عدسة الواسعة، وتجي ماكرو بس تدورها تطلع الوايد، هذا بيكون ماكرو تحت. ومثل ما نشوف كذا من دون تركيب العدسة، بركب العدسة الحين اللي هي الماكرو، مثل ما نشوف انه ما واضح شيء ابدا.
في الغرش اللي عندي مثل ما نشوف انه ما في شيء واضح، بس انا اقرب في كلمات صغيرة، شوف كيف تظهر. طبعا من شركة لشركة تختلف الجودة والصنع وطريقتها. بنركب الفيش اي اللي هي في الخلف العدسة الكبيرة مثل ما نشوف اعطتنا، واذا اركب عدسة الوايد اللي استخدمها بكثرة مثل ما نلاحظ اعطانا هالمنظر. بنختم معكم هاليوم الجميل باكسسوارات مفيدة للمصورين، عسى تستفيدوا منها، اغلبها موجودة عندي وجربتها وبشرح عنها حبة. اذا نتكلم عن اول واحد من اليسار، طبعا هذا كفر يقي شاشة الكاميرا عندك، يركب هنا ويركب في الشاشة العلوية. والشيء الثاني من اليسار عندك شنطة الكاميرا، شنطة الكاميرا ضروري تكون مناسبة لعدتك، اذا ناوي انك تزيد من العدة اشتري شنطة اكبر. سعر الشنط يتراوح ما بين، وضروري نفس الشيء الريموت كنترول، عندنا هذا الاستخدام العادي وهذا الاستخدام المتقدم مثل التايم لابس وخلافه. ونجي بعد كذا لدور البتر جريب اللي موجود هنا، تركب فيه بطاريتين ويساعدك للسفر بشكل كبير، بس شوية يكبر من حجم الكاميرا ويثقلها. والمنتج اللي بعده حزام للكاميرا، جدا مريح وخاصة لتصوير الأعراس مثلا أو تصوير اللي فيه ساعات طويلة والمشي وغلافه مثل ما نشوف. من الأشياء المفيدة كذلك بطارية إضافية في السفر، أو إذا مثلا تصور تايم لابس وخلافه ضروري يكون عندك أكثر من بطارية. والمنتج اللي بعد كذا التابلت، ممكن نقول عنه انه مخصص الرسامين والجرافيك ديزاينرز، لكن المصورين يستفيدوا منه استفادة كاملة. وعندنا هذا المنتج البسيط والرخيص جدا اللي هو بلاستيك كفر للكاميرا والعدسة معا، سعره تقريبا 6 ريال او اقل. والمنتج اللي بعده عدة التنظيف، ضروري تكون في شنطتك هذه، خلي معك اكثر من واحدة لانها بتفيدك في كل انواع تصويرك. وبالاخير وليس اخرا عندك الميموري كارد، ضروري يكون عندك اكثر من واحد في الشنطة، ثلاثة اربعة، اهم شيء يكون عندك اكثر من واحد. اعتقد حلقة اليوم كانت جدا دسمة، وسامحوني اذا طولت فيها وكثرت منها، بس تعرفوا يومين وما يمدينا نغطي كل شيء. فنقولكم تصبح على خير ونلقاكم ان شاء الله غدا في يوم جديد، يوم سعيد مليء بالانجازات. تحياتي لكم.